استاذ هذا الشيء اللي داروا راه حشومه عار. ملي باغيين يوقفوا القرار يعلموا عباد الله بسيمانه بخمس ايام باربع ايام، ماشي الخط غادي حبس صافي، راه الخطوط تقطعت، راه شحال الناس بايتين هنا مشاو الناس حوايجهم، الناس تكريساو، الناس بايتين غير في الزنقه. المره جايبه اربعه ولا ثلاثه، الناس جايين من الناظور من وجده من اي قنت باش الناس يركبوا، الناس دخلوا المحطه قالوا صافي راه التوصيل ما بقاش اخويا، الخط راه تقطع، راه حشومه عار اللي يديروا هاد الناس. الناس راهم بايتين مكرفسين هنا عباد الله، الناس بايتين غير في الجرده، المره جايبه اربعه ولا ثلاثه وجايبين حوايجهم، الناس جايبه مكرفسه، الناس جايين من الناظور من وجده، الناس جايين من تازه، جايين من الارض، هاد الصحراء ما عندهم لا مواصلات لا والو، هاد الخط اللي داروا حشومه عار، ما خصهمش يديروا هاد الحال. باغيين يقطعوا يعلموا الناس بثلاث ايام اربع ايام، اسيدي احبسوا راه الخط غادي يتقطع، الناس ثلاث ايام راه اربع ايام غادي الخط غادي يوقف، يا حشومه هاد الشيء اللي داروا عار. ها الناس بايتين غير في الجرده، والله العظيم الناس بايتين غير، الناس مشاو لهم حوايجهم، الناس تكريساو هنا. اول حاجه كنتفاجئ بهذا القرار هذا اللي جا في نصف الساعه ديال المكانه، قرار اللي غير المسار ديال المغرب في نص ساعه ديال المكانه. دابا حنا هاد الناس هادو بغينا نديوهم، باش غنديو هاد الناس؟ اول حاجه الترخيص ما كاينش، النقطة ديال البوست دو بوينتاج باش نديو الترخيص باش نديو هاد المواطن ما كاينش، دونك باش غنديو حنا هاد الناس هادو؟ ما لقيناش، ما كاينش، ما كناخذوش حتى اجابات من المسؤولين واضحه باش نديو هاد الناس. مع العلم انه كاين المواطنين اللي باغيين يسافروا ها هما ما لقاوش، ما عنديش الحق باش نفوت 50 كيلومتر خارج مدينه مكناس. عطيونا دابا الترخيص نديو هاد الناس نوصلهم يعيدوا مع وليداتهم. ولكن الناس واحلين هنا، هاد الناس واحلين كتشوف فيه كلشي قدامك، الناس باغيه تركب ما كاينش. واحلين المدن، المدن دابا اللي هي وقفات تقريبا، كاين عندك مكناس، هادو نقاط دابا اللي هما واقفين. لا الناس اللي كاينين هنا واقفين دابا، هادو اللي كيمشيو عندنا الرشيديه، خنيفره، ميدل، تمريرت، كاين بني ملال، كاين ارفود، الريصاني، تقريبا الجنوب كامل اللي ما فيهش التران. الناس اللي عندها وسيله نقل واحده هي سياره الاجره. الكيران اللي كتشوفوا كيخرجوا ب 75 بلاصه، رغم انهم فاتوا ال 75% اللي عاطينهم، هما كيخرجوا دابا 100%، وحنا باش نوصلوا هاد المواطنين يعطيونا الترخيص دابا، نديو هاد الناس نوصلوا ونمشيو بربعه د البلايص كما كنمشيو. ولكن ملي تحيد لي الترخيص دونك وكتفتيني في مدينتي وانا جالس، انا من البارح دخلت انا باغي نخدم، ولكن باش غنخرج؟ ما عنديش باش نمشي، القانون ديالي باش نخرج ما عنديش. مع العلم انه كاين العلم مكان فين كيسكن وكل واحد فين كيسكن، قال لك لا ما نعطيكمش، سيروا السلطه المحليه. والسلطه المحليه حاولتوا انكم تديروا بها شي اتصال؟ السلطه المحليه مازال ما درناش اتصال معاهم، هضرت مع الناس الاخوان ديال الامن، قال لك راه زايدين واحد 24 ساعه ولا ما نعرف شنو، ما كاين 24 ساعه لا والو. يعني ب 24 ساعه في اطار التسهيل ديال الامور، تسهيل الامور ديال التنقل. حاول شي واحد منكم انه ينتقل لمدينه الرباط ويوقعوا له عراقيل في الطريق؟ عراقيل وقعوا لنا في الطريق وزان، في طريق الرباط هنا، ويعني في طريق سيدي سليمان. في طريق سيدي سليمان وقعوا لنا في الطريق ديال الحاجب والطريق ديال مريرت، هادو وقعوا لنا العراقيل فيهم، قال لك خصك والقنيطره. كيف جاكم هذا القرار؟ انا عاد جيت السعوديه، كيفاش جاكم القرار؟ جا قرار مفاجئ. تفاجئتوا بهذا القرار؟ لا قرار مفاجئ وقرار ما عندناش العلم ليه، الا حتى من شي 12 ليله قال لك راه كاين قرار نزل، نزلته وزاره الداخليه ووزاره الصحه، ما فهمناش شنو كاين. الا هذا الشعب هذا ما كيشوفوش من هذا الشعب، من حاله هذا الشعب، وكانت دابا اختو هذاك وزير الداخليه او وزير الصحه كانت اختو ولا امو، يجيبوا الطياره ولا يجيبوا السلطه بصفه عامه يقول لهم اللي ديوها ولا اليوم شنو كاين. المواطن عادي راه كياكل العصا مسكين. كيفاش كانت الاجواء في الساعه اللي البلديه والوزاره الماليه وتنعطيو السومه الكرائيه للموالين الكريماس، والواجبات ديالهم تيقبطوها، وحقوقنا تلغى وتشطب، ولا 2011 تم اتفاق مع الحكومه على اساس ان غادي يقحموها جميع مهني سيارات الاجره في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وغادي تكون عندهم تمثيليه وعندهم الحق باش يتسجلوا في الغرف المهنيه. حتى حاجه ما كاينه من هذا الاسميه، هذه حبر على ورق وحتى حاجه ما حقنا. وهاد الناس هادو الله يهديهم، هاد المالين، هاد اللي تيشتغلوا في قطاع النقل، في قطاع بوسيله سياره اجره،
ما عندهمش ثقة في الإنسان اللي غادي يزيد بهم البر وتيقلبوا على المشاكل والخواضات وهما عايشين في الخواض. إلى كنغانيو هنا في هذه المحطة، أولا هما السائقين يعني ما كيتوصلوش بهذيك رخص التنقل بحال المدينة للمدينة، ويعني هما عايشين حتى هما بحالنا بحالهم، حالة مزرية ما فيها ما يتشاف. هو إلا خرج دابا خصو يمشي بالدوبل ديال الثمن، إلا مشى ليه ما كيجيبش، مشى من هنا يلاه كيدي داك الفياج صافي يقيل عليه النهار كامل هنايا حتى العشية وكيمشي بحالته. أشنو غادي يعطي للمعلم؟ هذا إلا كان بحالة السائق، أما إلا كان مستغل هذاك راه عنده الدخول ديالو. السائق يعني راه تقريبا خمسة الأسر. السلام عليكم خويا، اش نقول لك؟ القضية هنا راه ما كاينة خدمة، ما كاينة والو، راه حنا غير كنوصلوا الناس، غير غاديين، راه غاديين وكما كيقولوا راه مغامر غير باش نوصلوا الناس. خصك تشوف الروينة اللي كانت البارح، راه كانت الروينة، راه كان هنا السوق ديال عباد الله، راه خصهم يديروا لنا شي حل. راه الناس حنا ما خدامينش، والعواشر هذه الناس اللي كانت الخدمة في العواش راه كلشي واقف، انت كتشوف ما كاين حتى شي حاجة، انت كتشوف الغالب الله، الغالب الله. راه حنا راه غير غادي كنوصلوا الناس وصافي. دابا فين غادي دابا؟ راه غادي ان شاء الله لازرو، غادي وراه غادي وغير غادي، يقدر في اي لحظة يكالوني في الطريق غادي يرجع بحال ما عاطينا حل. ها الناس باش غادي، الناس راه مساكن كيبكيو، كيفاش انت حتى البارح حتى 12 الليل 7 العشية كتقول لهم 12 غادي تسد؟ كيفاش علمهم بيومين، علمهم بثلاثة باش الناس؟ راه كاين الناس اللي لقاو مشكل غير في الحوالة، ما لقاوش كي غادي يديروا يهبطوا حوال شاري الحوالة في ميدل، كي غادي يديروا يهبطوا لهم، كي غادي يديروا يهبطوا الناس، يعلمهم بثلاثة أيام أربع أيام راه غادي يوقف هذاك الشيء. اش كل واحد يقدر يشغلو؟ أنا سي غامر راه غادي مغامر غير على وجه هاد الناس، غادي نوصلوا غادي يرجع مصاب ندوز، نقدر يكلو غير في الحجم وغادي يرجع بحال. راه كنقول لهم نقدروا في أي لحظة يكاليونا، راه غير غاديين على الله. تقدر تمشي دابا توصلهم وتبقى تتم؟ لا ما نبقى، قدرنا الا براونا غادي نتسدو تما، غنحصلو تما، هذا هو المشكل. راه كما كيقولوا غاديين بحال والو، نخليو الطاكسي ونجيو على رجلينا. وديت الكليان ومشيت ناخذ سريح طريزاسيو، قال لك ما نعطيوكش، صافي وديت الكليان نص الطريق ورديتهم، وبقاو كيبكيو خصهم يشريو العيد، خصهم يقضيو حاجه لراسهم، عاد جاو من جهه اخرى. لا اله الا الله محمد رسول الله. شكون اللي ردوكم؟ ها؟ شكون فين ردوكم بالضبط؟ عاودنا التفاصيل فين ردوكم وفين بلاصه؟ مشيت للحمريه للبوست ناخذ طريزاسيون، البارح خديته واليوم قال لك ما ناخذوش، جيت لهنا قال لك ما تاخذوش، طلعت الحمريه قال لك ما تاخذوش، وصدقت اللعب دوك الكليان ديتهم طال الطريق ورديتهم. قول للراجل ما كاينش والو. ها وصلت طال الزكوطه. شكون اللي ردك الماء؟ صافي قال لك ما تمشيش، هو براسه قال ذاك البوليسي مول الضابط، قال لك تحمل المسؤوليه ديالك، صافي الا شدوك تحمل المسؤوليه ديالك. شي كيقول لك الا شدوك الطاكسي غيدخلوا لك الفوريا، شي كيقول لك يقدموك للمحكمه. شتا عييت ورديت البلايص ورديتهم لهنا ومشيت لهنا. ها رديت لهم فلوسهم صافي. والله هادشي راه ما منوش، ثلاث شهور حنا جالسين وكنخلصوا في الكرا وكنخلصوا حتى ريال ما كتبغي. الرساله اللي كتبلغ المسؤولين؟ ها الرساله؟ اه شنو غتقول للمسؤولين على هادشي؟ واش غتقول المسؤولين؟ ما كيشوفوا، لو كان بغاو ينقيو البلاد راه غادي ينقيوها، ما بغاو شي، كل واحد يميل على واحد، كل واحد ما بغا يسوى.